جملة قرارات عاجلة اتخذها رئيس الوزراء العراقي محمد شيوع السوداني إثر حادثة حريق قاعة الأفراع أثناء حقل زفاف في منطقة الحمدانية في الموصل، والذي تسبب بمقتل العشرات وإصابة أكثر من 200، محولا الفرح لما تم. الإجراءات تضمنت أوامر بالقبض على المقصرين للتحقيق معهم، إضافة إلى إجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة العامة. للمزيد أرحب بضيفي من مدينة الموصل ستار المحل الصحفي العراقي. أستاذ ستار، أهلا بك. بداية، هل أصبح السبب الرئيسي للحريق أم الفاجع الذي حول حفل الزفاف إلى مأتم واضحا مباشرا؟ أهلا وسهلا فيك زميلي. طبعا بعد حادثة الفاجعة ليت أمس في الحمدانية واحتراق قاعة عرس، كان يوجد في هذه القاعة أكثر من 800 شخص. طبعا هذه فاجعة يعني كبيرة جدا وقعت اليوم على العراقيين أجمع وليس على محافظة نينا، وطبعا وصل عدد الضحايا إلى ما يقارب 200 بحسب آخر إحصائية قبل قليل من وزير الصحة العراقي، والذي عاد من تشيع الشهداء الذين سقطوا وهم ما يقارب 114 شهيد. العدد قابل للزيادة. طبعا ذكرت في تقريرك بالبداية بأن أوامر قبض، نعم أوامر قبض صدرت على 4 أشخاص حاليا، وتم إلقاء القبض على 9 قبل ساعتين من الآن. تم إلقاء القبض على مالك القاعة الرسمي، وهو كان ينوي مقادرة العراق عبر مطار أربيل الدولي، لكن القوات في إقليم كردستان ألقت القبض عليه وسلمته للسلطات العراقية في بغداد. طيب اليوم القبض على مالك هذه القاعة وأشخاص آخرين، لكن أين هي الجهات المسؤولة؟ هناك أيضا مسؤوليات تقع على جهات من مهامها الأساسية متابعة تلك المباني، كشف الغش والإهمال في تطبيق إجراءات أو معايير السلامة في البناء. ألا تتحمل جانبا مهما من هذه المسؤولية؟ أليس هناك ربما تراخي لا تتشدد في المتابعة والرقابة؟ نعم، هو كان من المفترض أنه تكون هذه المباني بعلم الدولة وبموافقات رسمية، وخصوصا فيما يخص جانب السلامة، لكن هذه القاعات والمشاريع الخاصة عادة ما تبنى في أراضي طبعا متجاوز عليها أصلا، يعني ليست فيها موافقات أصولية أو إجازات بناء أصولية، ولا يشعرون أصحاب هذه المشاريع السلطات بوجود هذه المشاريع التي هي مشاريع ربحية، ولا يهبهون على الأكثر بصحة وسلامة المواطنين. كلنا نذكر حادثة العبارة، والتي أيضا وقعت في محافظة نينوى وراح ضحيتها ما يقارب أيضا 200 شخص، ونفس الإهمال كان موجود، وإبعاد طبعا الدفاع المدني عن عمل هذه المنشآت الأهلية. طبعا الفوضى هي سيدة الموقف، والاستهانة بالقانون هو الحاضر الأقوى، فمعظم هذه الجهات هي تستقوي بجهات طبعا مسلحة تكون عادة فوق القانون، فتقيم مشاريع ربحية وتستخدم مواد طبعا غير رصيدة من مناشئ رديئة جدا، وتحدث هذه الكوارث. مثل ما حادثة العبارة، طبعا اليوم هي قاعة الحمدانية،
لكن تحتاج إلى وقفة جادة مراجعة من الحكومة العراقية، مراجعة شاملة لجميع هذه المشاريع التي تكون خارج سياق الدولة العراقية. أنا أشكرك من الموصل صاحبي العراقي ستار المحل، نكرر تقديم التعازي وكذلك نتمنى الشفاء العاجل.